بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي هذا العام المبارك إن شاء الله بمناسبة المولد النبوي الشريف تحتفل الزاوية الكركارية بالموسم السادس أو الأسبوع السادس الدولي للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يأتي هذا العام تحت شعار الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نظرة في السياقات التاريخية والاجتماعية لهذا الأدب، أدب المغاربة مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بدأ منذ أن دخل مولاي إدريس إلى المغرب ودخل النسب الشريف. فيعني هكذا ستكون إن شاء الله كل أسبوع في هذا السياق إن شاء الله نظرة سواء تاريخية أو اجتماعية في أدب المغاربة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك وفود من أمريكا، من أوروبا، من آسيا، من الدول الإفريقية، فهم مريدون يعني يحجون كل سنة إلى مقر الزاوية الكركارية لتجديد البيعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأدبا معه واحتفالا وحبا فيه عليه الصلاة والسلام. الحمد لله المغاربة منذ أن بدأت يعني هذا التراب الشريف لهذه المملكة، والمغاربة دأبوا على الاحتفال بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بعض النشاز القليل يعني في الفكر، ولكن الحمد لله لا كان وباقي وسيزال إن شاء الله دائما الفرح بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والزاوية الكركارية تأتي امتدادا للطرق الصوفية التي كانت دائما في المغرب وستظل بإذن الله، التي واظبت وحافظت على هذا النهج ألا هو نهج الاحتفال بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونشر الوسطية السمحاء ونشر المحبة والتسامح في بين يعني كل أطراف هذا الشعب في كل العالم الحمد لله. هو نحن لا نحجر على أحد، يعني هذا رأي في الدين ليس بفتوى، فالعلماء يعني كانوا من قديم وحتى الآن بأن مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الاحتفال والفرح به. الله عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وقال في آية أخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتلك الرحمة التي أمرنا أن نفرح بها، قل بفضل الله وبرحمته، فرحمته هي مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله لا إله إلا